بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا اهلا وسهلا بيكم طلبه الفرقه الاولى. والنهارده محاضره مقدمه في السي بلس بلس، وهنشوف فيها ايه هي السي بلس بلس، مقدمه عنها، وبعدين هننفذ اول برنامج عندنا ايه في الكورس. يعني لو احنا بصينا مقدمه عامه كده، طبعا احنا عارفين الكمبيوتر بيؤدي يعني معظم العمليات الاداه، سواء عمليات حسابيه او منطقيه او اي عمليات تانية، ان هو يعني مقارنة بسرعة الإنسان ان هو تقريبا يعني تلاقي ملايين أسرع من الإنسان ملايين من المرات، أو حتى نقول عليها مليارات أو حتى بيليونز. يعني زي ما هو كاتب كده، فالكمبيوتر ده جهاز بيقضي أو بيعمل العمليات الحسابية، ماشي كده، أو المنطقية طبعا ات سبيد أكتر. لو احنا بنقارن بالإنسان بقى ميلون او بليون حتى اوف تايمز، عدد من المرات من ايه من الانسان، او من ايه من القدره بتاعه الانسان يعني. واحنا عارفين طبعا لو احنا انت عندك الكمبيوتر بتاعك 3 ميجا هرتز او 3 جيجا هرتز، 3 جيجا هرتز معناها ايه؟ لو احنا قلنا جيجا هرتز كان هو مليار مليار، يعني الكمبيوتر بتاعك بيعمل 3 مليار عمليه في الثانيه الواحده يعني. طيب هنا بقى، طب احنا هنا دورنا ايه بقى في البرمجه؟ يعني هو احنا هنعمل برنامج، يعني البرنامج يعني المبرمج ده هو هيكتب برنامج، البرنامج ده مجموعه من الخطوات، والكمبيوتر هينفذ له ايه الخطوات، البرنامج ده خطوه خطوه يعني. طبعا البرنامج عندنا اسمه بروجرامز، واللي بيعمله او بينفذ او هنا اللي بيعمل البرنامج اسمه ايه؟ بروجرامز او المبرمج يعني. طيب تعال نشوف بالنسبة للمبرمجين يعني، البروجرام بصفة عامة يعني بيكتب انستراكشن، مش كده، ان بلغة معينة، سواء بقى ان كانت اللغة سي بلس بلس او بتاع، وبعد كده او نيجي البرنامج اللي انت كتبته عشان الكمبيوتر يفهمه انت كاتبه باللغة بتاعتنا، باللغة الانجليزية مثلا يعني. ما احنا نقولش بقى لغة البرمجة سي بلس بلس ولا جافا، ولكن في الحالتين انت كاتبه بالانجليزي، فهو مش فاهم الحاجات دي، هو بيفهم لغات الآلة اللي هي الصفر والواحد، فلازم يبقى في برنامج وسيط يحول له اللغة دي للصفر ايه، للماشين لانجوج او الصفر الواحد، مش كده يا شباب؟ البرنامج ده اسمه كومبايلر، زي ما هنشوف بعد كده، اللي هو يعمل ترانسليشن للخطوات دي للغة هو يفهمها. زي مثلا لو انت جبت مثلا مترجم مثلا بيتكلم واحد مثلا صيني ولا ياباني وانت مش فاهم اللغه دي، فبتجيب وسيط يترجم، فهو نفس العمليه الكومبايلر اللي عندنا، وسيط بحيث يحول اللغه المكتوبه دي للغه الكمبيوتر يفهم. طيب لو احنا بصينا كده ايه يعني انواع اللغات اللي عندنا في الحاله دي، في اللغات عندنا بتقسم لثلاث كاتيجوري. اول حاجه المشين لانجوج اللي هو لغه الصفر والواحد اللي يفهمها الكمبيوتر، ودي طبعا كانت في البدايات، وطبعا ديت اللغه ديت عايزه ناس متخصصه، وممكن طبعا حتى المتخصصين بيغلطوا فيها، فبالتالي ديت اول جيل طلع من الكمبيوتر كان بيستخدم اللغه دي. الجيل الثاني من الكمبيوتر استخدم بقى الاسمبل لانجوج، والاسمبل لانجوج دي زي ما احنا هنشوف بعد كده ان دي عباره عن مصطلحات بالانجليزي، ابريفيشن يعني، اختصارات يعني. يعني تقول له اجمع العددين دول، بدل ما تقول له اديشن اكس والواي، لا بتقول له اد اي دي دي الاكس واي والواي، نفس العمليه في الطرح والضرب وهكذا يعني. فدي الاسمبل لانجوج، ودي طبعا ايه خلت الكمبيوتر اسهل شويه في البرمجه. طيب الجيل الثالث بقى بدأ في الهاي ليفل لانجوج، اللي هو كلمة هاي ليفل، واحد يقول لي ايه الفرق بين هاي ليفل لانجوج واللو ليفل لانجوج؟ الهاي ليفل لانجوج اللي دي لغة قريبة من الإنسان، واللو ليفل لانجوج لغة بعيدة عن لغة الإنسان، وبالتالي الماشين والأسمبلي هي ديت لو ليفل لانجوج بعيدة عن لغة الإنسان. الهاي ليفل لانجوج في الحالة ديت إن هي قريبة من لغة الإنسان، أو الإنسان يقدر إيه يعبر بيها، زي اللغات اللي إحنا بنتعامل بيها دلوقتي السي والإيه والجافا وهكذا يعني، سي شارب يعني. طيب تعالى نشوف ده الانواع اللي عندنا اهوت، او ده لغات الكمبيوتر المشين لانجوج والاسمبل لانجوج وده الهاي ليفل لانجوج، وده احنا قلنا عليهم ايه بالتفصيل. طبعا المشين لانجوج بيقول لك ايه هنا، سيمبلي تو سلو، يعني ان انت بطيء ان انت تكتب البرمجه فيها، مش بطيء ان هي في التنفيذ، لا بطيئه في كتابه البرامج. وهنا كلمه تدرس يعني ايه ان هي طبعا مش سهله ومتعبه يعني، وبالتالي ممكن تطلع لك ايرور برون، يعني ايه دي اخطاء في البرمجه يعني، او الواحد بيقع في اخطاء ايه في البرمجه، لان طبعا لازم ايه تخلي بالك لان كلها اصفار وحاجه. نسيب اللانجوج ديت انجلش لايك ابريفيشن، زي ما انا قلت لك بدل ما اكتب اديشن بكتب ايات، مش كده؟ طيب الهاي ليفل لانجوج دي صار بقى الانجلش بتاعنا اللي احنا بنستخدمه عادي في الحاله ديت. طيب الهاي ليفل لانجوج ديت محتاجه برنامج بسيط يحولها من اللغه بتاعت الانجليزي للغه الاله، فده اسمها كومبايلر، يبقى كونفيرت الماشين لانجوج.
طيب في حاجة تانية اسمها انتربريتر، وده بيستخدم في الجافا. يعني ايه الفرق بين الكومبايلر والانتربريتر؟ البرنامج الاول عن طريق الكومبايلر يتحول لماشين لانجوج وبعدين يتنفذ، انما الانتربريتر ده هو بيمشي على سطر سطر في البرنامج بايه بينفذه بدون ايه ويز اوت كومبايلر، او مش محتاج ان ايه يعمل له كومبايليشن يعني. طيب تعالى نشوف بقى انا اهوت السي بلس بلس، ايه الفرق بين السي والسي بلس بلس؟ ممكن تسال نفسك يعني. السي ديت كانت لغه البرمجه العاديه وطوروها بعد كده بقت اوبشن اورينتد سي بلس بلس. طب بقى يعني ايه ميزه الاوبشن اورينتد؟ الاوبشن اورينتد ديت سهلت لي في البرمجه، بدل ما اعمل في الحاله ديت مثلا برنامج، لو انت بتعمل برنامج للمعهد او برنامج للكليه، فممكن البرنامج اللي هعمله في المعهد ده او الكليه ديت يمشي على لاي معهد تاني او اي كليه تاني. بعمل نفس العمليه برنامج لبنك يبقى ان هو يمشي على اي بنك. طب واحد يقول لي ازاي البرنامج يمشي كده او هنا هو ممكن ننفذه في كذا حاجه؟ لان طبعا لو احنا بصينا للمعهد او الكليه ايه اللي هيتغير فيه في الحاله ديت لو انت بتستخدمه في معهد تاني او كليه تانيه؟ اللي هي الانبوت، ايه الانبوت اللي عنده؟ اللي هي الطلبه، اسامي الطلبه في الحاله ديت واسامي اعضاء التدريس والموظفين والحاجات ديت والكورسات، فديت الداتا اللي عندي. انما الفانكشن الاساسيه الطالب يسجل وينجح في المواد والحاجات دي كلها، الفانكشن الاساسيه واحد يعني. وبالتالي ان هو يبقى احنا ان هو لو احنا قلنا بقى في الحاله ديت ده ميزه الاوبشن اورينتد يعني. طبعا هتلاقي في بعض الكلاسز موجوده في اللغه وبعض الكلاس الثانيه الناس بتضيفها، فديت في الحاله ديت بتسهل لك البرمجه بعد كده بحيث ان انت ممكن تلاقي الحاجات ديت ايه الفانكشن جاهزه. تعالى بقى بعد كده ايه الخطوات بتاعت مكتب برنامج بالسي بلس بلس في الحاله ديت يعني. طيب هنا هنمشي يعني بقى في الحاله ديت، انا كتبت مثلا البرنامج عشان يتنفذ محتاج ست خطوات. الست خطوات دول في الحاله ديت حاجه اسمها الايديت، وحاجه اسمها البري بروسيس، وحاجه اسمها الكومبايل، وحاجه اسمها اللينك، واللود اند اكسكيوت. هتلاقي هنا ايه تقريبا ست ايه خطوات يعني. فهنا يعني طبعا احنا ما بنحسش بالخطوات دي، احنا بنكتب برنامج ونقول له ران وخلاص، او نعمل كومبايل ورن، فبنحس ان احنا بالخطوات ديت يعني. ولكن ده عشان تعمل برنامج لازم مرور الخطوات. تعالى نشوف الشكل اللي بعد كده اللي هو الشكل ده. ده تعالى لو احنا بصينا عايزين نكتب اي برنامج سي بلس بلس، يبقى اول حاجه هتعمل اديتور. اديتور يعني ايه؟ ان انت تفتح ان هو اي برنامج تكتب فيه البرنامج. طبعا لو انت بتستخدم الكمبيوتر العادي اللي هي الديف سي او فيجوال ستوديو ممكن تكتب البرنامج من خلاله على طول، مش محتاج اديتور من بره. انما ممكن انت في الحاله ديت ممكن نستخدم مثلا لود باد ونكتب فيه البرنامج ونسمي البرنامج دوت سي بلس بلس او دوت سي بي بي او دوت اي سي في الحلقه ديت يعني. طيب انا كتبت البرنامج بيحصل له بري بروسيس. ايه البري بروسيس ديت؟ في بعض الباكج اللي انت بتستخدمها جاهز في الحلقه ديت، فهو بيشوف هل الباكج ديت موجوده ولا لا. طب وبعد كده يعمل لها كومبايلر. كومبايلر يعني ايه؟ هيحول اللغه ديت، طبعا لو اللغه لو الحاجه ما فيش فيها اخطاء هيعمل لها ايه؟ طبعا هنا البير بروسيس برضه بيشوف فيها الاخطاء يعني. طب البرنامج سليم والحاجات دي سليمه فبيعمل كومبايلر، كومبايلر يحولها لماشين لانجوج. طيب بعد كده اللينكر ده هوت معناه ان هوت اللينكر ده لو انت مثلا مستخدم فانكشن تانية او حاجه وجيه فانكشن من مكان تاني او من برنامج تاني، فهنا بيعمل لها لينك في الحاله ديت يعني. طب وبعد كده اهوت احنا كل الحاجات دي تمت على الهارد ديسك او تمت على البرنامج بتاعك، يبقى البرنامج بتاعك موجود دلوقتي ايه سليم في الهارد ديسك. هيحصل له لودر بقى، اللودر معناه ان حمل البرنامج بتاعك يحطه فين؟ في الميموري. ومن الميموري طبعا ايه يتنفذ بقى في الحاله ديت عن طريق الاكسكيوت في الحاله دي، خطوه عن طريق المايكرو بروسيسور في الحاله ديت. فده الخطوات بتاعت من اول ما بتنشا البرنامج لغايه لما ايه بيتنفذ. طبعا الحاجات دي ممكن تبقى بالكتاب في التفصيل، اتمنى ان انت ترجع لايه وتشوفها بالتفصيل يعني. نيجي بقى عايزين نكتب اول لغه اول برنامج يعني. واحد يقول لي بقى عايزين اول برنامج مثلا ايه نخش في الحاجات التقيله، لا احنا بنمشي خطوه خطوه كده بحيث ان احنا نشوف يعني نبدا من برنامج بسيط ونمشي معاه لغايه لما نشوف البرامج الثانيه يعني. فاول برنامج عندنا ده المفروض يطبع لك حاجه على الشاشه كده يعني، ده الاول بيطلع برنامج يعمل لك ويلكم تو سي بلس بلس. السؤال بقى في الامتحان يا اما اديك البرنامج اقول له الاوتبوت بتاعه ايه، يقول له يا اما اقول لك اعمل برنامج يطبع لي دي على الشاشه. العملية مش صعبة يعني. طيب تعال نشوف السطر واحد واثنين دول هتلاقوا في الحالة دي دبل سلاش. أي دبل سلاش معناها كومنتس، كومنتس يعني ملاحظات يعني. يعني الحاجات دي بيقول لك إيه بتساعدني إن أنا أفهم البرنامج. فهنا بيقول لك البرنامج اسمه إيه وهكذا يعني. طيب رقم ثلاثة دي هنا علامة الشباك دي أو هاش انكلود إنبوت أوتبوت ستريم دوت اتش يعني. طبعا دي معناها إن هو كلمة هاش دي إن هو بيفهم إن الحاجة دي تبع اللغة. طب إيه هو عايز إيه؟ انكلود يعني إيه؟ هات لي الدوال بتاعه الانبوت اوتبوت اللي عندك يعني في الكومبايلر يعني او في اللغه يعني.
طبعا بعض الناس بتستخدم دوت اتش، وبعض الناس بتشيل دوت اتش وتستخدم حاجه اسمها يوزنج نيم سبيس ستاندرد يعني. ولكن لو انت عملت ديت او هم او شلتها وحطيت يوزنج البرنامج واحد يعني هو يتنفذ يعني. طيب دايما البرنامج بتاعنا طبعا كل السطور الخضر دي كومنتس، ملهاش دعوه بالبرنامج، ملهاش دعوه باللي بالسطور بتاعت البرنامج. خلينا في السطور الغامقه ديت انتجر مين. يبقى اول حاجه عندي في البرنامج ده اسمها المين فانكشن، وهنا البرنامج لما بيجي ينفذ حاجه زي كده بيبدا من اول المين. يعني كلمه انتجر معناها ان هو دي ترجع لك انتجر او ايه داتا صحيحه يعني. طيب تعال نشوف في الحاله ديت اي مين بتفتح قوس وتقفل القوس يعني بين المين، واي كلاس نفس العمليه. طب تعال نشوف هنا بقى السي اوت، كلمه سي اوت معناها السي ديت اختصار لك السي لانجوج، والاوت دي معناها ان انا عايز الحاجه اللي عايز اطبع حاجه على الشاشه، وبياخد معاها علامتين اصغر من. طب انا عايز اطبع ايه؟ الحاجه اللي انا عايز اطبعها احطها بين علامتين ايه؟ دبل كوتيشن كده، ويلكم تو سي بلس بلس وعلامه التعجب. طب واحد يقول لي هنا باك سلاش ان دي معناها ايه؟ باك سلاش ان معناه ان هو بيقول له نفذ الحاجه اللي بعد باك سلاش. كلمه ان هنا اختصار للنيو لاين، يعني بعد ما تطبع كده اهوت خلي الكورسر ينزل ايه للسطر الجديد. ريتيرن زيرو بتقول له في الحاله ديت ان البرنامج بتاعك سكسس او اند سكسس يعني. وادي اللي ايه الكورس اللي بيقفل ايه انت جايبين. لما اجي اعمل برنامج زي ده بعمله كومبايل في الحاله ديت هنا هيديك ايه ويلكم تو سي بلس بلس فرنس بتاعك. ماشي يا شباب؟ طيب تعال نشوف بقى الباك سلاش دي اسمها اسكيب سيكونس، وادي الديسكريبشن بتاع كل واحد من دول. لو اقول باك سلاش ان معناها ايه نيو لاين، ماشي كده؟ يعني احط لك كورسر في سطر جديد. طب باك سلاش تي معناها ايه؟ هنا هوريزونتال تاب، يعني هنا يعني حرك لك الكورسر المسافه بتاعت اللي هي الايه التاب دي. طب باك سلاش ار اللي هي كلاش كنترول هو يعمل لك انت. باك سلاش ايه يعمل لك هنا اليرت او ساوند في حاله ديت سيستم بيلير. طب دبل باك سلاش لو انا عايز بقى اطبع في عندي سلاش يبقى لازم احط قبلها سلاش ودي تطبع لك الباك سلاش. طب عايز اعرف السنجل كود دي عايز اطبع تطلع لي تظهر لي بحطها ايه بعد الايه باك سلاش. طب دبل كود نفس العمليه. خلي بالك الحاجات ديت ايه ممكن ايه بنستخدمها بعد كده يعني هنشوفها دلوقتي باك سلاش ان بيستخدم ازاي فركز. طيب ساعات بقى ايه اللي احنا عملناه دوت؟ حطيت لك الويلكم في سطر والسي اوت ايه تو سي بلس بلس في سطر. طب يجي ينفذ هنا في الحاله ديت ليه حطهم لك في سطر واحد؟ يعني ده الخرج بنعم ليه عمل لك ويلكم تو سي بلس بلس؟ لان السطر الاولاني انت ما عملتش باك سلاش ان، مش كده يا شباب؟ فطالما ما عملتش باك سلاش ان معناها ايه في الحاله ديت؟ ان نوت لما الكورسر طبع ما نزلش للسطر اللي بعديه، لا ده هو الكورسر طبع والقام وفضل واقف. طبعا انت سايب له مسافه هي قبل الكوتيشن مارك فوقف فين؟ فجه السطر اللي بعده بيقول له اطبع ديت يعني فراح طبعها لازقه فيها على طول. المفروض بقى لو انت عايز تنزلها في سطر ثاني كنت تحط لي باك سلاش ان هنا بعد الايه والقام، ولكن انت ما حطيتش فبالتالي سابها زمان. طيب تعال نشوف لو انا حطيت نفس البرنامج حطيت باك سلاش ان بعد ويلكم ودبل باك سلاش قصدي دبل باك سلاش ان بعد تو يعني. فهنا جه هنا اهوت ينفذ ويلكم حطها لك في سطر، جه هنا اهوت نزل السطر اللي بعديه، جه هنا تو. طب جه هنا نزل ايه نزل السطر وقلت له سيب سطر كمان فساب لك سطر فوق، وبالتالي هنا اهوت حط لك ايه سي بلس بلس في الايه في الاخر يعني. فده برنامج تاني يعني حاجات بسيطه هي بنغيرها تلاقي شكل البرنامج غير. طب واحد تاني يقول لي بقى عايزين يا عم نعمل برنامج يجمع العددين. طب يجمع العددين ازاي؟ هل مثلا اقول له اجمع لي خمسه وسته احدد له العددين يبقى احنا كده ما بنشغلش كمبيوتر؟ لا ده انا عايز ان انت اللي تدخل له العددين دول، العدد الاولاني مثلا اكس او واي، او العدد الاولاني اسمه نمبر واحد دخله لي تدخلها له انت من على المفاتيح يعني. طب عشان اعمل ديت محتاج ايه بقى؟ محتاج ان انا استخدم بقى الفانكشن بتاعت السي ان اللي هي تدخل لك الايه المتغير ده في الكمبيوتر يعني. طيب هتلاقي ان هو انكلود انبوت اوت بوت ستريم دي ثابته لغايه هنا هو ايه انتجر مين وادي فتح بوز. تعالى دلوقتي انا عايز ادخل عددين فهقول له العددين الاول واحد نمبر واحد نمبر اثنين، فلازم احدد له نوع الداتا بتاعته ايه. هل الداتا بتاعته هل الارقام صحيحه يبقى انتجر، او في ارقام عشريه تبقى فلوت وهكذا يعني. فخلينا دلوقتي ان احنا ارقام صحيح، فالرقم الصحيح انتجر نمبر واحد، يبقى انا عرفت له نمبر واحد التعريف بتاعه ان هو ده متغير نمبر واحد والنوع بتاعه انتجر. طب هنا هتلاقي ان هو بعدها سيمي كولون،
طب وانت كان نمبر واحد اثنين وبعدها سيمي كول وانت ممكن نعمل الحاجات دي في سطر واحد. ممكن اقول انتجر نمبر واحد وبعدين ايه كوما وبعدين نمبر اثنين وبعدين كوما والسما احط ايه نحط ايه بعدها بقى نحط السيمي كول في الاخر يعني. طيب تعالى بقى دلوقتي، انا دلوقتي اعرف صوره فين بقى الارقام اللي انا دخلتها دي، ما دخلتش حاجه، فانا اقول له ان هو خليه يطبع على الشاشه انتر فيرست نمبر، لما تقول السي اوت انتر فيرست نمبر فدي هتظهر على الشاشه، تروح انت مدخل له ايه الرقم الاولاني. طب انت دخلت له الرقم الثاني على الشاشه، ايه اللي هيدخله بقى من الشاشه من الرقم ده على الشاشه ديت للبرنامج؟ عن طريق بقى حاجه اسمها السي ان اوت ايه نمبر 1، فديت هيدخل لك الحاجه اللي انت دخلتها على ايه في النمبر واحد ديت او الرقم دوت، يحط لك ايه في الكمبيوتر يعني. نفس العمليه السي اوت انتر نمبر اثنين، ماشي دخلنا نمبر اثنين. طيب بعد كده دوت هتقول له بقى ايه في الحاله ديت، هنا انتجر سكند انتجر الرقم الثاني دخلنا، بعد كده فين الفانكشن بقى تجمع الجمع، ادي السام بيساوي نمبر واحد زائد نمبر اثنين، ماشي وادي السيمي كول، وبعدين السي اوت يبقى السام ايه از هيتبع لك ديت، وما تقول له هنا اهوت بقى يدخلك ديت معناها المتغير، انا هيجيب لي هنا اهوت القيمه اللي في سام واحد يحطها لك هنا. مش كده؟ الستاندر اند لاين ديت معناها ان انت ايه يعمل ايه؟ ديسبلاي السام وبعدين يعمل ايه؟ اند لاين او ينزل سطر يعني. طيب ماشي. تعالى بقى نشوف لما تيجي تنفذ البرنامج، فما يتظهر لما يتنفذ البرنامج انتر فيرست انتجر هيتظهر الاول، تدخله الرقم ده، يروح مدخله عنده كمتغير في الكمبيوتر. وبعدين انت السكند انتجر يدخل لك الرقم الثاني ويدخله في ايه في المتغير الثاني في الكمبيوتر، وبعدين يطلع لك الرساله اللي انت ايه عاملها ديت. بعض الناس يقول لك ايه في بعض السطور سيمي كولون وبعض السطور مش سيمي كولون. طيب بص كده، الحاجات اللي خاصه باللغه زي المين والانكلود والحاجات ديت والاسهم ديت مش هتلاقي وراها سيمي كولون، انما الحاجات الثانيه اللي هي خاصه بالبرمجه اللي ممكن تتغير مني لمنك من مني او من منك لزميلك او من مبرمج لمبرمج يعني، بحط وراها ايه سيمي كول. ماشي كده يا شباب؟ طيب تعالى بقى هنا ممكن ايه زي ما احنا قلنا اهو اعملها سطر واحد، صح كده ولا ايه؟ المتغيرات كلها سطر واحد، وممكن هنا نقول له ايه نمبر واحد زائد نمبر اثنين، ماشي؟ تديها له دي، فواحد لو حطيت ديت بدل الصم في الحاله ديت يبقى هنا هيجيب لك نمبر واحد ونمبر اثنين يجمعهم ايه اوتوماتيك في الحاله ديت يعني. ماشي يا شباب؟ طيب ايه العمليات الارثماتيك اللي عندنا بقى؟ اول حاجه عمليه الجمع اهيت، وعمليه الطرح سبتراكشن ومالتبليكيشن والديفيجن، وحاجه اسمها امور الصناعيه معناها ايه ديت العلامه ديت يعني مثلا مجمع مثلا يعني لما اطرح مثلا او اقسم بديت بتيجي في الاسم يجيب لك يعني مثلا 10 على 5 فيها الاثنين، طب بقيه الاسم ايه؟ زيرو، صح كده؟ فهنا بيجيب لك الباقي. طب لو قلت له 11 على 5 هيطلع لك واحد، يبقى 11 مضلص 5 هيطلع لك واحد. ليه بقى؟ لان ديت بيطلع لك الباقي مش بيطلع لك نتيجه ناتج الاسم، لا ده بيسيب الرقم الصحيح اللي طلع ويختار لك الرقم الباقي. طب 13 على 5 يبقى يطلع لك 3 في الحاله ديت يعني. طب الحاجات دي بتتكتب ازاي؟ بتتكتب كده يعني، ده بالجبر بتاعنا، وهنا طبعا ايه باللغه في الحاله ديت بتتكتب كده. طبعا ده رقم اكس على واي، او ده رقم ار هنا مضلص اس معناه زي ده ال 10 هنا على 5 وهكذا يعني. طيب اي متغير عندك بيتحط ان هو له خانه في الكمبيوتر كده في الرام يتحط المتغير فيها، فانا مثلا نمبر مثلا في حاله 33 ده معناه النمبر بتاعك ال 33 ديت بتحط فين في الميموري في الحاله ديت عن طريق اللي لما تيجي تدخلها له يعني. طيب نيجي بعد كده ايه الاسبقيه بتاعت الاسمتك اوبريشن، هتلاقي دايما الاقواس بتنفذ الاول وبعدين يبقى ديت لها الاولويه رقم واحد. طب ايه اللي بعد كده؟ رقم اثنين هنا هو الضرب والقسمه والمضلص. طب واحد يقول لي يعني ازاي اللي تجي لك من الشمال الاول هي اللي تتنفذ؟ يعني نوت مثلا لو جات لك من الشمال الاول علامه الضرب في الحاله ديت المالتيبيكيشن تبقى تتنفذ، طب الديفيجن يبقى تتنفذ، يبقى اللي تجي لك من الاول السيكونس كده من الشمال تتنفذ يعني. طيب بس خلي بالك نفترض مثلا انت بتقول له مثلا ايه عمليه جمع في الاول 5 زائد 3 في 4، يبقى هنمشي في الشمال، دلوقتي عندك الزائد في الاول وبعدين الايه؟ الضرب، يبقى الضرب لها الاسبقيه عن الجمع والطرح، يعني الجمع والطرح اخر حاجه اهي. ماشي يا شباب؟ طب وكلنا بنشوف العباقره برنامج العباقره بتاع المدارس او الجامعات بيدي لك كده اهوت قدرات ذهنيه وتحل الحاجات دي، بس بيجيب لك طبعا ما بيديلكش كل الحاجات ديت، ولكن بتضرب بس الجمع والضرب والاسم والطرح يعني. ماشي يا شباب؟
طيب نيجي بعد كده بقى في الحاله ديت، ايه العلامات اللي عندي، الاوبريتورز اللي عندي، يعني في اكبر منه واصغر منه في اللغه بتاعتنا اهي، وفي لغه البرمجه بقى في الحاله دي ما تبقى في السي بلس بلس بتتكتب كده. طب هنا يبقى ليس هنا الاكس از جريتر زان وهكذا، الحاجات دي اللي خدناها في الرياضه لما اجي اكتبها في الحاله ديت في لغه البرمجه بكتبها باللغه دي. طب هنا ايه الفرق بقى بين ايكوال ديت ودبل ايكوال، معناها كده ونوت ايكوال. يعني الايكوال عندنا لو انا بقول له مثلا هنا هو الاكس هنا بتساوي الواي، لما اقول له الاكس ايكوال 5 يبقى الاكس ايكوال 5 هنا، يبقى ده الاكس والايكوال 5. طب لو انا بقارن الاكس مع الخمسه في الحاله ديت يبقى ديت ايه، هنا هو الايه الاكس از ايكوال ايه تو واي في الحاله ديت يعني. طيب يبقى دي بنستخدمها في المقارنه، انما دي بستخدمها في الاساينمنت. طيب نيجي نوت ايكوال، ادي نوت ايكوال اهي، اقول له في الحاله ديت اكس نوت ايكوال واي، الاكس از نوت ايكوال ايه واي. طبعا المفروض بقى اي برنامج ناخده المفروض ننفذه بقى في الحاله ديت، ونحل بقى الايه الاكسرسايز اللي ورا الشابتر على طول باذن الله، ونسلمه للمعيد في الايه في السكشن اللي بعديه باذن الله. لو حد عنده اي اسئله تحت امركم في الحاله ديت، سواء بقى في المحاضره او في الايه، نجهز الاسئله في المحاضره او الاجهزه في السكشن او في المعمل الخاصه بالبرامج يعني. وبشكركم طبعا، شكرا الاسبوع اللي جاي.